إذن عدنا من جديد متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات، يعني جمعية مرحبا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية هنا في بالقرب من المركز الرياضي ديال الكوكب، يعني الكوكب مراكشي، اللي تلقات حملة جديدة من أجل يعني جمع الأزبال هنا على جنبات يعني المحطة ديال التاكسيات الكبيرة، يعني المحطة التاكسيات الكبيرة اللي تتربط بجميع الجهات، بالإضافة أنهم تحاولوا أنهم يوعيوا الناس بعدم التبول، وكذلك ترسموا هذه الجداريات وكذلك تجمعوا الأزبال أعزكم الله باش أنه يعني يكون هذا المكان نظيف، خصوصا أنه تنعرفوا هذا المكان هذا اللي قرب من المركز الرياضي ديال الكوكب مراكشي، يعني القنصل تنعرفوا بانه هنا الناس يعني الله يحسن العوان ما كاينش واحد المرحاض عمومي، ما كاينش مكان اللي يقدروا انه يجمعوا فيه الازبال يرموا فيه يعني يتخلصوا من النفايات ديالهم. فهذه الجمعيه في عوض انه المجلس الجامعي يقوم بهذه المبادره وانه الشركه المكلف لها بتدبير وتسيير قطاع النظافه على مستوى هذه المنطقه ديال باب الدكان اللي تجمع المحطات الطرقيه هنا بمدينه مراكش. فاليوم يعني هاد الناس هادو جمعيه اعضاء جمعيه مرحبا للتنميه الاجتماعيه قرروا هما يقوموا رغم يعني يعني الوسائل، يعني رغم المستلزمات القليله يعني رغم انه ما كاينش عندهم المدخول المادي كبير، ما عندهمش يعني موارد يعني باش انهم يقدروا ينظفوا، الا انهم قرروا يعني طواعيا وبروح مواطنه انهم يقوموا بهذه الحمله هذه من خلال هذا المباشر المتتبعين. اذا غادي نستقبلوا يعني امي سميه الوالده فوزيه، لا فوزيه امي فوزيه، اجي هنا يلا امي فوزيه عافاك، خلي شوفي فينا هنا خدام ولدين هنايا. ها انا خدام هنايا. خليك يعني هذه المبادره اليوم اللي درتو باش انكم تنقيو، انت خلي الميكرو عندك هنا يلا يجازيك بخير. ان هذه المبادره اليوم اللي تقوم بها الجمعيه باش انا تنظف هذا المكان جنبات هذا المكان، كيفاش جاتك المهم تدي خصها؟ بالنسبه لي انا فرحت ملي تقاتني حيت انا تنعيش شي 22 سنه دابا انا خدام في هذا الحفر، انا الحمد لله بعدا من راه تقاتني وتقدات الله يلا الحمد لله وتنشكرهم بزاف بزاف، انا بعدا من خاطري ومن قلبي الله يرحم الوالدين وله بخير نشكركم تنتوما. نعم اش يكون هنا اش اللي تتشوفي هنا ممكن؟ شوفي يا ولدي المحطه ديال الطرق ومحطه الطاكسيات وحنا تناكل فيها طرف ديال الخبز والدنيا موسخه، الدنيا ما كاينش اللي يقوم باش يجمع هذه الازبال يجمع هذا الشيء، ما كاين كل شيء كاين، ها الامن ها مرشحين ها اللي يمكن كل شيء باش هو اللي يحكر على شي حيد الازبال وحيد كل شيء باش تلقى الدنيا. بالنسبه للمحطه ديال الطرق خاص الله يهديهم خصو يراقبوا هادشي ويحيدوا هادشي ديال الازمه. الله يرحم الوالدين. يعني هاد المبادره اليوم تيديروا هاد الناس هادو يعني كيف جاتكم هادو؟ الناس رقموا بمجهود عمل زوين الله يرحم لهم الوالدين، وبالنسبه لهادشي اللي تيديروه زوين وبغيت نلقاو البلاصه وبغيت نلقاو باش تعطيني الواجهه للشريع ولمراكش بلاصه السياحه. نعم وفعلا بلاصه السياحه. نور الدين مرحبا بك معنا، انت رئيس جمعيه مرحبا، يعني اجي لنا هنا عفاك. يعني هذه المبادرة هذه اللي تقوموا بها اليوم تفضل. السلام عليكم، شكرا لشوف تي في، شكرا لك اخويا زكريا اللي حضرتي معنا. بالنسبة للأعمال البيئية ديال الجمعية كما تشوفوا هنايا عندنا كما تتعرف باب الدكالة نقطة سوداء من ناحية الأزبال من ناحية السب، قلنا النشاط الأول ونجح لينا، قلنا نديرو شي نشاط آخر إن شاء الله باش نقيو فيها نجعل شوارعنا يعني تتنفس كما الشعار ديالنا حنايا، وتنشكروا سعادة القيد اللي استجب لينا، تنشكروا شركة أرما اللي جا حضر الصباح معنا هنايا وتعاون معنا الله يجازيه بخير، وتنتمناو إن شاء الله من هاد الناس حتى هما لا من ناحية مواني الطاكسيات ولا من ناحية المارة كلشي يتعاون معنا في هاد يجعل شوارعنا تتنفس، ما نبقيش نلوحو الزبل هنايا، ما بقيش حاجة كون التبول هنايا. هذا وتنشكروا جزيل الشكر لصحاب العربات المنخرطين ديالنا اللي عاونونا من الصباح هما كانوا تينظفوا معنا هنايا، تنشكروا نعاون السلطه
اللي كان البارح معنا هنايا وشاف هنايا وقال لي مزيان هذا الشيء. شكرا جزيلا الشكر. انا كيفاش لقيتوا الحاله ديال هذه المنطقه هذه؟ هذه الحاله شنو نقول لك اخويا زكريا؟ حاله يرثى لها، حاله يرثى لها بمعنى الكلمه. يعني اش لقيتوا هنايا؟ اش لقيتوا؟ لقينا ازبال، لقينا حاجات التبول هنايا، لقينا بزاف. يعني الناس ما تلقاوش متنفسات هنا طبيعه الحال. نعم. كما تشوف خلف دياري كاينين اشجار ديال الزيتون. نعم ديال الزيتون، ولكن نتمنوا من المجلس يسمع صوتنا ان شاء الله يجيبوا لنا شويه الماء باش يتسقاو هاد الاغراس. انا تيبان لي شحال من مده هادي ما تسقاو. شكرا سعيد المحجوب، سعيد المحجوب ان شاء الله انا باقي معاه بحوار في هذا الشيء. نعم. ان شاء الله يصيفط لنا شي. نعم ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك اخويا نور الدين. تفضل تفضل صديقي. اليوم المبادره، يعني اشنو الهدف من هذه المبادره هذه؟ يعني شنو اللي تقوموا في هذه المبادره اليوم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. اولا غادي نقول لكم كيفما كتشوفوا كاين هذه المبادره الجميله قامت بها جمعيه مرحبا من اجل هذه الازبال هنايا وهذا المكان، لانه كيفما كتعرفوا كل شيء كيعرف ان هذه البلاصه هذه جات في شارع 11 يناير، يعني شارع دوالي، يعني في الواجهه كيخص هذا الشارع يكون يبان نقي. نعم. وتيدوزوا فيه سياح وتيدوزوا. نعم. ملتقى ملتقى. يعني كيدوزوا، يعني شارع دوالي، شارع 11 يناير راه معروف شارع دوالي، يعني كيدوزوا منه مسؤولين كبار، كل شيء تيدوز منه. يعني الشارع كيخصنا حنا نخدموا عليه مزيان باش يعطي واحد الاشعاع يكون زوين ان شاء الله. وكيف ما شفتوا راه خدمنا في واحد المبادره الاولى ونجحت لنا. ودابا حنا كنحاولوا في هذه المبادره الثانيه ان شاء الله، وحنا غاديين فيها وما هذه الا غير البدايه. وكنتمنوا من هاد كاع هاد الناس اللي تيكونوا في هاد المحيط هذا يدخلوا حتى هما، يعني يحافظوا على المكان، ما بقاش رمي الازبال هنايا وتبول. وحنا راه غادي نخدموا على هاد القنت هذا كيف ما كتشوفوا، غادي نبقاو من البدايه الى حتى النهايه باش نخدموا هاد القنت هذا ونحاولوا نعطوا واحد النقطه تكون زوينه على مدينه مراكش، لانه هنا مدينه سياحيه كيف ما قلت لكم ديك المره، انه بلاصه زوينه هنا خصنا نخدموا اكثر باش تبان هاد البلاصه زوينه ونقيه. وكنتمنوا من الجميع كل شيء يحافظ على هذا المكان. نعم. ومن هنا تنشكر السيد القائد على التعاون ديالو، عاون السلطه والتقني ديال النظافه وشركه ارما والمجلس السيد المحجوب، يعني كاع الناس هادو داروا معنا اليد وكاع تعاونوا معنا والحمد لله. كيف ما كيعرف دائما الابواب ديالهم مفتوحه في وجهنا، ما عمرنا شي نهار لقينا شي باب مسدود، اما كنطرقوا الباب الا كنلقاوه مفتوح في وجهنا. وكنشكرهم جزيل السوء وكنتمنى الخير ان شاء الله. نعم. يعني شنو النشاط اللي فيه اليوم؟ النشاط هذا النشاط عندنا ديال اليوم فيه سباقه، فيه الرسم، فيه يعني شطبنا هادشي ديال الازبال حيدناهم، وغنحاولوا ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش على قضيه هاد الغرسيه، لانه عندنا صعوبات هنا في الماء، ما كاينش كيفاش غنديروا تنقلوا الماء لهاد الغرس انا وداكشي، بغينا نعاودوا نزيدوا الغرس وداكشي، ولكن خصنا نشوفوا شي امكانيات باش نوصلوا الماء لهاد القنت هذا، لانه ما عندناش شي امكانيات باش نوصلوا الماء، لانه هنا القنت كما كتشوفوا بزاف سميتو الغرس خصو يكون هنا، ولكن غنلقاو صعوبات في الماء. يعني نتمنوا من هنا لقدام يكون شي خير، الا كان شي تدخل وشي تعاون على حساب الماء، حنا ما علينا الا غادي نجيبوا الاغراس ونوقفوا على هادشي بيدينا ونخدموا ان شاء الله ويكون خير. ان شاء الله شكرا. وكنتمنى يكون شي تدخل ان شاء الله في عمق. هذا هو الهدف ديالنا. وشكرا للمسؤولين كاع كاملين، والسيد المحجوب من هذا المنبر كنشكرو جزيل الشكر على التعاون ديالو معنا. بارك الله عليك. شكرا لك. شكرا لك. إذن كما تابعتم معنا كانت هذه هي المبادرة التي قام بها أعضاء جمعية مرحبا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر، والهدف منها يعني هذا يعني الحائط اللي تعتبر مكان للتبول بالنسبة يعني للمسافرين هنا بالمحطة الطرقية ديال التاكسيات الكبيرة. اليوم يعني كانت مبادرة باش انه يتم تنظيف هذا المكان بشكل نهائي، يعني جمع الازبال اعزكم الله، بالاضافة محاولة يعني تنقية جنبات هذا المكان هذا اللي هو كما تيقول لك بانه شارع 11 يناير، هو ملتقى لمجموعة ديال المؤسسات ديال الدولة بما فيهم ولاية جهة مراكش الأسفي، ولاية الأمن، ويعني الجهة مجلس الجهه ويعني مجالس المقاطعات بطبيعه الحال. فاليوم كانت هذه المبادره من اجل تنظيف هذا المكان كما تتبع معنا، والشعار اللي هو كما تشوفوا معنا خلال هذا المباشر الى اهل الضمائر الحيه، الى اهل الضمائر الحيه، النظافه، وعي، سلوك، مبادئ، اخلاق وتربيه.
هذا هو الشعار ديال يعني الشارع خالي من الازبال، يعني الى اهل الطبقه الحيه النظافه، وعي سلوك، مبادئ اخلاق وتربيه. فهذا هو الهدف من خلال هذه المبادره، هو انه يعني من هذا الاشعار وتحسيس الماره وكذلك يعني الناس مستعملي هذا المكان هذا، انه ما يكونش انتم هذا تشوفوا يعني للاسف هو كاين النت، يعني الناس يقوموا بالتنظيف، واحد السيد يقوم بالتبول كما تشوفوا معنا من خلال هذا المباشر. فللاسف غياب انتم كما تشوفوا يعني غياب مراحيض عموميه واللي كنا تطرقنا لها مرارا وتكرارا من خلال مجموعه ديال المباشرات، يعني غياب مراحيض عموميه على هذا المكان يعني تساعد في تلوث يعني المكان الحيوي كما تشوفوا معنا. فشي مؤسف انه ما يكونش مراحيض عموميه، يكونش فضاءات متنفسات. ف يعني ما عرفتش شنو هو الدور ديال المجلس وكذلك دور ديال المسؤولين ودور ديال المنتخبين، باش انه علاش ما يتمش تخصيص مكان هنايا يعني المراحيض عموميه. يعني كان فضاء كبير ما شاء الله تشوفوا معنا، فضاء كبير، علاش ما يكونش هنا مراحيض عموميه بالنسبه للمره وبالنسبه للناس يعني المستعملين الطريق ومستعملين يعني مستعملين يعني الزوار يعني المسافرين ديال المحطه الطرقيه ديال التاكسيات. على العموم هذه مبادره جميله، جمعيه مرحبا للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه، تتمنوا انها تبقى تستمر ومتواصله رغم الصعوبه، يعني ماشي من السهل انه الانسان يقوم بحال هذه المبادره في مكان ملتقى ديال الطرق 11 يناير. يعني الناس تعرفوا ديال مدينه مراكش، يعني تعرفوا هذه الحيويه، تعرفوا هذه الحركه، تعرف يعني واحد الضغط كبير ديال الهياكل، وكذلك ملتقى ديال المسافرين بصفه عامه، يعني الناس اللي تيجوا من مدن اخرى تكون محطه بالنسبه لهم هذه محطه وصول، وكذلك محطه انطلاق نحو الجهات الاخرى القريبه من مدينه مراكش. نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه، نتمنى ان نلقاكم في مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيوب.